هذه الاندفاعة والشوط الخامس والانطلاقة الثالثة للبكار والخامس أيضا في الترتيب. نتابع هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع هنا وننطلق وإياكم مع هذه انطلاقة هذه البكار المشاركة في هذا الشوط. نتمنى التوفيق للجميع. وهذا الاندفاع هناك مع المراكز الأولى المتقدمة، نتمنى التوفيق هناك مع هذا الشوط. المركز الأول والمقدمة مع اللي تقود المسار هنا، اللي على المركز الأول هناك اللي هي ايضا الشاهيني لعبد الهادي بن جابر بن حاذقين المري على المركز الاول، بينما النقل على المركز الثاني. المركز الثاني نتابع هناك اللي على المركز الثاني اللي هي الجذابه لصالح بن حمد العاض المري، ولكن ينخطف من السعديه عبد الله بن محمد بن خالد العطيه، ولكن الذيبه غيرت على المركز الاول، بينما المركز الثالث هناك ضجه سالم بن ناصر حفيظ المري، والمركز الخامس ايضا هناك الوصول والقدوم من المتحدة وين بن حمد آل سليمان المري، وايضا قدوم من شعار اخر ايضا قادم اللي هي ضجة ايضا لسالم بن ناصر الحفيظ، ولكن الله العنود لناصر بن سالم بن خليفة الكبيزي ايضا على المركز الخامس، ولكن الذيبة خلونا مع الذيبة. انطلاقة الذيبة على المركز الاول والثلاثمية متر الاخيرة، والذيبة مرهية على الشوط ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق وهذا الاندفاع من الذيبة اللي انطلقت في المقدمة وتحرز هذه النقطة الثالثة في صباح هذا اليوم. نتمنى التوفيق للعطية خليفة بن خليفة العطية، ونجم أيضا هذه المفاريد، نجم المفاريد في هذا الموسم نتابعه، وأيضا داخل بقوة في هذا الموسم. نتمنى له التوفيق لهذا الشعار ولمالكة خليفة بن خليفة العطية. تهانينا والناموس. المركز الثاني سعدية عبد الله محمد بن خالد العطية، المركز الثالث المتحدة توين بن حمد سليمان، المركز الرابع ايضا المركز الرابع العنود ناصر بن سالم وخليفة كبيزي، والمركز الخامس عند حمد العاض المري. التوقيت الزمني ساعة الوصول، ايضا نعتذر عن عدم التوقيت الزمني. التهنية موصولة لخليفة بن خليفة العطية، والتوقيت مع الذيبة، التوقيت مع الذيبة صاحبة الشوط الاول الرئيسي، دقيقتين 12 ثانية 64 جزء من الثانية، يستاهل الناموس خليفة بن خليفة العطية.